صباح الخير، يسعد لي صباحكم جميعا يا شباب. رجعت لكم اليوم فيديو جديد اسطوره وسنتر. شو الوضع، شو اخباركم؟ صار الاسبوعين مش منزل على القناه، بس ان شاء الله رجعت لكم رجعه قويه، ومراد لما يرجع ترجع رجعات صح. فيديو اليوم يا غوالي راح نعمل كتير اشياء. عندي حاليا موعد الصبحيات، راح افوت البس، اصور لكم الفطور اللي بعمله مع كاسة الشاي معلم، اصور لكم الجو هلا كيف بكون برا، لانه عندنا هون بتكون هلا برد بشكل مش طبيعي. وعندنا اليوم راح توصل كمان الخزانة اللي وصيت عليها من 6 أسابيع، راح نركبها بفيديو اليوم، راح نلعب تمارين رياضية، راح نعمل كتير أشياء، ويمكن أعمل لكم جولة صغيرة بالدار. فلايك شير سبسكرايب قبل ما نبلش الفيديو. طبعا يا شباب الفطور، طبعا أنا هون بالبلاد ما كنتش أفطر، لما كنت أفيق على الوحدة ولا على التنتين، لما جيت على ألمانيا صرت أفطر. رحت طبعا غسلت وجهي صحصحت وجيت حاليا أعمل فطور. شو هو الفطور اللي إحنا نفطره هون؟ هاي معلم شو اسمه هون، فيليدلفيا، حتى اسمها غريب. حط هيك فيليدلفيا على السندويشة زي ما شايفين. هلا بنرجيكم كيف نعمل السندويشة كلها هون معلم. حط زيت زيتون وقصص ومش عارف شو. هاي طبعا زي اللبن بتيجي، انباع هون حقها يورو، يعني تقريبا 4 شيكل العلبة، في منها عدة اطعمة. فخلينا حاليا مثل ما شايفين هذا اللي هو الخبز العربي، الخبز السوري معلم. هلا بنعمل سندويشة نفس السوريين، بعرف شو بيحكولها، اكتبوا لنا تحت التعليقات. فبس بتقعد تفرد هلا، شايفين يا غوالي الدهن الصح على هاي السندويشة. والله سبحان الله كنت متذكر اسمها شو بيحكولها السوريين بس نسيت. ف هيك حاليا صارت جاهزة، بعدين بنحط عليها رشة زيت زيتون. عرفني كيف بجيبوا انتوا، مشوا يا غوالي، كترنا زيت زيتون. نحط زيت زيتون، بعديها رشة ملح. وطبعا الفطور عندي انا معلم هون من دون كاسة شاي بزبطش، فبكون مجهز الشاي وباجي بس بدلح المي. هذا جاي زيه زي الليبتون عندنا، بس ماركات ثانية يعني بتيجي. وهيك صار حاليا الفطور جاهز، هلا بصور لكم اياه بالشكل النهائي. شوفوا لي يا غوالي الاجواء، طلع طلع طلع. الساعة حاليا 8 الصبح ودرجة الحرارة 9 معلم. طبعا انا بلبس سترة وبلوزة كوم بس، ورايح حاليا على الموعد تبعي، وبعديها اليوم بدي احلق وبدي اركب خزانة وبدي اعمل لكم تمارين رياضية. يعني هذا الفلوج راح يكون نار، فبتمنى منكم توصلوا 1000 لايك عشان انزل لكم فيديو احكي لكم فيه كيف سافرت على المانيا. هاي يا شباب، رايح انا حاليا على الحلاق، خلصت موعدي، جولة سريعة هون بالمدينة معلم. انا حاليا قريب تقريبا على الهاب بانهوف، ورايح حاليا عند الحلاق. يعني يا خوال هلا خلصت حلقة، مثل ما شايفين الحلقة مرتبة اسطورية. هاي الحلقة عندنا بالبلاد هاي بتكلف 60 شيكل هون، يعني عن البلاد. طبعا اذا بدك تقيم وجهك وهيك بتصير 80 وبتصير 100 وبتصير اكثر. انا حاليا رايح الدار، بدي اتغدى ونعمل تمارين رياضية، بعدين نركب الخزانة، فخليكم معنا بالفلوق. يعني يا غوال هلا اجيت على الدار، قمت لحيتي هون وضل هلا بس اتحمم، ولكن اول شيء راح اعمل تمارين رياضية. انا تقريبا بعمل من 7 ل 8 تمارين، راح احط لكم لقطات لكل تمرين بعمله واشرح لكم لشو بيجي، عشان يعني تشوفوا هيك لقطات سريعة شو بكون اعمل بالدار. طبعا انا بعمل تمارين صار لي تقريبا اسبوع ونص عشان اعمل جسم مرتب هون بالدار لعبين ما اسجل بنادي. فليتس جو ورجيكم التمارين. طبعا اول تمرين يا غوالي اللي هو تمرين الضغط، 1 2 3 4 5. طبعا انا بعمل 12 عدة ب4 مرات. التمرين الثاني يا شباب اللي هو تمرين المعدة، برضه بعمل 12 ب4 مرات، راح نورجيكم هلا كيف بعمله. التمرين اللي بعديه يا شباب هو تمرين البلانك. البلانك لازم ظهرك تضل واقف واجريك ممدودين معلم ايديك، وبعدين تحط ضغطك كله على ايديك وعلى جسمك، وهذا بيعمل لك معدة شي صح. طبعا انا راح اقول لكم قديش بالنهاية بعمل. وطبعا يا شباب بعد تقريبا 1 دقيقة و40 ثانية قعدت عملت بلانك. اول ما بلشت في دقيقة، وهلا صرت اعمل 1 دقيقة و40. نروح التمرين اللي بعده. التمرين يا شباب اللي بعده اللي بعمله بهدول، طبعا عندي اوزان، عندي 3، عندي 5 كيلو، عندي 10 كيلو. طبعا اول تمرين بعمله اللي هو هيك، ترفع تنزل وبتعيد على قد ما انت بدك.
لازم ايدك ما تسكرش كامله زي هيك ولا تضلها فاتحه كامله، لازم قبل ما تيجي تسكر تنزلها ترد تطلع، تطلع بسرعه تنزل، تطلع بسرعه تنزل ببطء عالي، تطلع بسرعه لازم، ولما تنزل تنزل ببطء. والتمرين اللي بعدين اللي بعمله اللي هو تمرين اللي بعمل هيك وبرفع وبتنزل برضو قد ما بدك عدات. واخر تمرين بعمله اللي هو بتخلي ايدك مستقيمه وايدك مستقيمه وبتصير تعد. هذول راح اعملهم هلا وبعدين نروح للاشي اللي بعدي. راح اعملكم جوله بقلب الدار تبعتي اللي انا عايش فيها، هاي طبعا دار الخال عايش فيها انا وخال. راح نعملكم فيها جوله عباره عن 3 غرف وحمام ومطبخ، راح نصور لكم كل شيء ونورجيكم الدار. هي عباره عن دار بسيطه بس حابب اني اورجيكم اياها عشان تشوفوا انا وين عايش. طبعا يا غوالي مثل ما شايفين هذا هون باب الدار تبعنا. هون يا غوالي في قانون انه لازم كل 20 شقه يكون لهم حديقه زي هاي، فهون يعني كل 20 شقة بتلاقي لهم حديقة بتقدر تنزل تقعد فيها، تعمل حفلات فيها، حفلة عيد ميلاد، حفلة عرس، أي شيء بدكم إياه بتقدروا تعملوا فيها تحت وتقعدوا فيها وفيش حدا بيحكي معكم. بداية يا غوالي بعد ما صورنا لكم الحديقة بدنا نصور لكم معلم الحمام. أول ما تفوت الدار هذا هو الحمام، هاي كبسة حمام معلم. مثل ما شايفين هون المغسلة بنحط هون فراش الأسنان، هون البانيو وحمام يتحمم، مي سخنة مي باردة موجود، كل اشي معلم صيف شتا موجود. وهذا هو الحمام، هاي اللي مراي صورت لكم مرة عليها، بالامانة انها مراي طاحت. خلينا نروح هلا نكمل بقلب الدار. فوت معلم بعد ما تخلص من الحمام تيجي على الدار نفسها الاساسية. طبعا على الشمال هون اجلكم الله بنحط الابواب تبعينا، بنحط الازايز اللي بنروح نرجعهم بالماجنات، بنحط الظروف الكرتون، بنحط كل اشي هون بننشر هون. فهون هاي هي الزاوية تبعت الكنادر اجلكم الله وتبعت الغسيل اللي بننشر فيه. الشطرنج جاي عنده هون معلم، بتحسها من التراث القديم مثل ما شايفين. لعبة شطرنج هون يعني طلع هذه والله ثقيلة دي ربع. الحلقة الثانية يا شباب هو المطبخ معلم، محل ما احنا بنعرف. هون في 4 كراسي، احنا 3 اشخاص بنقعد 3 كراسي. التلفزيون هون بنقعد نحضر عليه، بنفتح على الدوار بنابلس، بنفتح افلام مسلسلات قنوات يوتيوب. هاي الثلاجة تبعتنا عليها هون خارطة معلم. الطاولة هاي، هون الطاولة هاي المركز تبعنا. هون معلم بتلاقي في عندك شجيرة وبتلاقي في عندك زعتر بلاط من ريحة البلاد، بس هدول زعتر بلاط زعتر البلاط قرب يخلص. هون الخبز العربي، هذا كابوكي من البلاد، يعني كل هالاشياء هون معلم موجودة اغلبها من البلاد. هون كرسي الخال، هون محل ما بمركز الخال، هون موقع الخال بالدار. مثل ما شايفين هون بنجلي، الجلي كلياته بنجلي، جلي قبل شوي ورتبت هون، يعني الامور بتحتكي على الفل سيطرة. هون عندكم هذا تبع سكاكين، بس مزبوط شفت لكم اياه بلاش تسلخوني هلا كبروي. وهون معلم حاليا قاعدين نطبخ مع كرومة. فهذا هو المطبخ مثل ما شايفين. وهون عندنا مطبخ العلوي بنحط فيه الكاسات وهاي الاغراض، بس بدناش نورجيكم اياهم. وهون الشباكين اللي بتفتحهم بخلوا لك الجو هون بجنن. الغرفة اللي بعديها يا شباب هي عبارة عن غرفة الخال. بعد ما ورجيناكم موقع الخال بدنا نصور لكم هون الوضع تبعه. هاي مبدئيا خزانة الخال يا غوالي مثل ما شايفين، بحط فيها اغراض الخال، في شنطة فوق حتى اذا الخال بيسافر ناوي يسافر. بعديها هون هذا هو تخت الخال، هون برضه محل ما الخال بنام. هون معلم برداي على شباك بتطلع على برا، وهذا برضه في شنطة. هون يا شباب طبعا اوراق الخال محل ما هو بحط اوراقه. فهاي هي يا شباب غرفة الخال مثل ما شايفين. بدنا نصور لكم حاليا اخر غرفة اللي هي غرفتي. وطبعا يا غوالي اخر غرفه حاليا عندنا بقلب الدار هي غرفتي انا وغرفه الضيوف اذا حدا بيجي عندنا. هاي الغرفه يا غوالي راح نفوتكم حاليا عليها، هي يعني للامانه غرفه مرتبه واكبر غرفه موجوده لانها عباره عن شخصين بناموا فيها. فبما نكمل الفيديو بنورجيكم الغرفه، انزلوا تحت اشتركوا بالقناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم دائما اشعارات بالفيديوهات الجديده، واكتبوا لنا تحت افكار فيديوهات نصورها بالفيديوهات اللي جايه. فخلينا حاليا يا غوالي نفتح الغرفه. ترارارارا شوفوا يا غوالي. طبعا يا غوالي هون عبارة عن فرشتي، محل ما انا بنام، محل ما انا هون متمركز موقع بالدار. شوفوا لي الرتابة طلع، يعني هون معلم فل اوبشن راحة، الخوت هون مريحة، الفرشات عفوا، فهون كل اشي مريح. هوب جينا بنقلب هاي الفرشة مثل ما قلت لكم، فهون هاي سايبينها للضيوف، بنام انا هون لحالي. هون سجان في الصلاة اهم الاشي، انت بتحضر الفيديو تنساش صلاتك، صلاتك مهمة، تنساش تصلي، صلى على النبي بالتعليقات. هذا معلم هون الكرسي، هاد باجي انا هون بفتح لايف على تيك توك، بحط التليفون هون بفتح لايف تيك توك. اذا بتتابعونيش على تيك توك بتلاقوا الرابط بالوصف، تابعوني هاد كل يوم بفتح لايف. وهذا معلم التليفون الاسطوري المصنطة اللي مش راح تلاقي زيه بالبلاد،
احدث تلفون نزل بالمانيا. شوف 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 طلعت التلفون طبعا. بعدين مش هيك كمان شوف اللي فلاش طلع عليه فلاش هذا التلفون. والله انه تلفون متطور. هذا طبعا حاط عليه شريحه الوطنيه عشان اذا بوصلنا عليه رسائل فقط. زي ما شايفين رجع الكرسي محله. وهون يا غوالي اشي مش راح تلاقي برضه زيه بالبلاد. مكنسه كهربائيه 2025 لسه ما نزلتش. شوفوا الرتابة هون طبعا يا شباب. هاي الشنطة راح افرد فيها اغراضي بس تيجي الخزانة. انتوا بتشوفوا بالفيديو لما افرد فيها اغراضي راح احط فيها اغراضي بقلب الخزانة. هاي الشنطة لسه فيها اواعية من اول ما اجيت لليوم ما فردتهاش. وهون بقلبها هاي كعاكيش معلم. طبعا الخزانة تبعتي انا راح احطها هون بهذا الموقع. راح احط الخزانة تبعتي وهاي راح انزلها شوي لتحت عشان تصير هون الامور امتكتكي. واخر اشي يا غوالي عندنا هون بقلب الغرفة لازم نصور لكم اياه اللي هي التدفئة المركزية. هون معلم هاي نظام بتشتغل عن طريق المي اللي بتغلي بقلب الحيط ولا بعرفش وين الصراحة. فبقلب فبتصير هون تعطيك هاي تدفئة مركزية للغرفة بتقلبك صوبة. انت قد ما بدك تخلي لك درجة حرارة الغرفة. هي هون بتشغلها بتحطها 5 4 3 انت هون بتتحكم فيها زي ما بدك مثل ما شايفين. هيك صارت 4 هون 5 احمى اشي بتصير الغرفة نار. فنسكرها بلاش هلا نشوف. هون يا شباب مثل ما شايفين الاطلالة تبعتنا. طبعا هذا الشباك نظامه هيك بيفتح هيك هيك بيفتح هيك وقع طبعا. فانت بدك تسكره كامل لتحت وقت اللي يفتح. بنخليه بالنص ونفتح هيك ونصور لكم الاطلالة تبعتنا. شوف لي الاطلالة شوف. الله الله على الاطلاله يا معلم. هذا برضه بفتح كمسير هيك الجهتين فاتحين بزبط. انزل انط حالي من هون لانزل انتحار انا سباحه. طبعا هذا ورق الشجر بتساقط يا غوالي. ليه؟ لانه بصير قرب فصل الشتاء فبصير يتساقط وبتصير الارض كلياتها عباره عن ورق شجر. طبعا هنا بنطفوه هون الالمان بيجوا بنطفوه دائما بس هو يعني قد ما بتساقط فمش ملحقين عليه. طبعا يا شباب مثل ما شايفين حاليا حطينا الفرشات هيك كلياتهم على اليمين وعلى الشمال. عملنا هون مساحة عشان نيجي نركب هون الخزانة لأنه معلم هون بدك مساحة عالية عشان الكراتين تعرف تركبها. هلا بنركبها ونصور لكم. طبعا مثل ما شايفين يا شباب حاليا وصلنا هون. ضل تقريبا رف المراي الباب تبع المراي والباب الثاني مثل ما شايفين هذا هو الباب. وصلنا هون بمرحلة الخزانة. طبعا يا اخواني مثل ما شايفين هاي الخزانة رتبناها حاليا صارت راكبة كاملة. بدي ارتب فيها واعي وهيك بتكون جاهزة مثل ما شايفين مراد بالشبشب. طبعا انا هاي مزعت الكراتين وبدي انزل اكبهم تبعين الخزانة لانه هون معلم لازم تكب الكراتين لحالهم. هلا من يوم ما طالع هاي المراد بصير اصور لكم عليها محتويات صح. استنوا المحتوى النار على هاي المراي مثل ما شايفين هون الغرفة لسه خرابة. بدك هون معلم تظبط الغرفة طلعوا مثل ما شايفين. هلا بنظبطها هو درع اليوتيوب هون بمسي عليكم. فدنزل حاليا اكب الكراتين واظبط الخزانة وبنرجع لكم. طبعا يا غوالي هيك بنكون وصلنا معكم لنهاية فيديو اليوم. ان شاء الله رب يكون عجبكم. اذا عجبكم بدكم هيك فيديوهات انزلوا اكتبوا لي تحت بالكومنتات. انا حاليا هون بالحديقة نزلت هدول طلعوا ظرفين كراتين. الكراتين الكبيرة مزعتهم لصغيرة ونزلت اكبهم عند الكرتون لحال. صورت لكم هون كيف بنفرز الزباله. فبدي ارتب بس الاواعي بالخزانه وباركولي على الخزانه. صار لي 6 اسابيع طالبها امبارح وصلت واليوم ركبتها. فان شاء الله الفيديو يكون عجبكم. اذا عجبكم لايك شير سبسكرايب. وحب احكي لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.